اليوم على نفس الحالة، يبعد حمى لحظي. ايه نسمة، نسمة، مو معقول تفقيني كل يوم قبل الشحادة وبنتها؟ بكرة بترحل تحت عيني وبنملة تجعني وبختي على بكير. همة، نشاط، حيوية. أنا آسفة، شكله رح ينقلوا قبل ما ينملوا تجعي. شبكي شبكي ميدون، ما في شيء، يساوي لي نسكافيه بلاك بليز. معلش تقبريني تحمليها، والله اللي صار معها مو قليل، يعني وحده فجأة هيك فاقت بيوم وليلة خسرانة كل شيء. بتعرفي وحده غيرها كانت صفية مشفى المجانين. بتقوم بتقلي اعملي لي نسكافيه بلاك. لبوني شبنا، والله ميديا ما قصرت مع حدا. تذكري يعني يمكن البنت ما عم تستوعب الفكرة، هيك فجأة خسرت سيارتها وفيلتها وشغالتها، لا وفوق هذا كله رجعت وتسكن بنفس الغرفة ومع مين؟ مع نسمة. لك الله يبعث له حمى لجو، الله يقصف عمره. روقي لبون، روقي. معلش حبيبتي، كلياتنا لازم نتحملها هالميديا، يعني على القليلة نتمر هالأزمة. ايه بس هي معاملتها لقلي غير شكل. كيف يعني؟ شو كيف يعني؟ يعني انا الوحيدة اللي مستقصدتني، لسه كل شوي لبنى ردي على التليفون، لبنى قولي لهم نايمة، لبنى جيبي لي نسكافيه، لبنى 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 افتحي الباب. ها سمعتي؟ صدقتيني هلا؟ صباح الخير سكرتيرتي. اهلين اهلين دكتور. شو فايقين ولا لساتكم نايمين؟ لا طبعا طبعا فايقين. برافو، معناتها كاسة نسكافيه بلاك لو سمحتي. واو واو، شو هالبيت الحلو هاد؟ ظريف. يا ربي شو عم بيصير معي انا اليوم؟ في بيتنا رجل. مين؟ دكتور أسامة. انت شو عم تحكي؟ اي والله اي. و ما قالك شو بده؟ نسكافيه بلاك. اي ماشي تكرم عينه. ورجيني لشوف. شو هاد؟ شو هاد؟ يا لطيف شوفي دكتور شوفي. انا قديش شفت عيون احلى من هيك لهلا ما شفت. ايه فشرة نيكول كيدمان.